من المذكرات والأشياء النازلة في العباد في زمانكم. ما أخبر نبيكم عن كثرة الزلازل في علامات الساعة، وأنه اتصل أعداد من تركيا وأرسلوا رسائل يطلبون الدعاء، وأجزاء من سوريا وتركيا تدمرت في يومكم هذا من زلازل وهزات مستمرة ووفيات متعددة كثيرة، لطف الله بهم آلاف آلاف ممن توفوا في تركيا وفي سوريا، فتوجهوا إلى الله أن يلطب بهم وأن يلطب بالمسلمين، وهذه الزلازل التي تتقدم القيامة يصرف الله شرها عن المسلمين وعن المؤمنين، ويحفظ الله أراضينا منها ويدفع السوء عنا، والذين نازلتهم ألطب بهم يا لطيف، واجعلها عبرة وعظة، واجعل وارحمنا وإياهم فيها برحمة واسعة، والطب بنا فيما يتجري به المقادير، فإنك لطيف خبير. اللهم ادفع عنهم وعنا البليات والآفات في الظواهر والخفيات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف الشدائد، يا رب الأرضين والسماوات، يا الله يا الله. صدق رسولك، ونحن نشاهد في كل يوم أشياء مما حدث بها قبل 1400 سنة و50 سنة، فاجز عنا خير الجزاء، وبجاه عندك ألطبنا وبالمسلمين. وانظر إلى إخواننا المسلمين في تركيا وفي سوريا والطب بهم لطف كامل، واجعل الذين توفوا برحمتك اجعلهم في الشهداء يا رب وفي أهل المغفرة، وأنزل على قلوب أهاليهم الرضا والسكينة والطمأنينة، والأهل الجرح فيهم وأهل التعب والمرض خفف عليهم ما يعانون، والطب بهم يا من يقول لشيء يكن فيكون، وادفع البلاء عنا واجعلها عبرة لنا ولهم وللأمة أجمعين، والطب بنا وبهم في جميع ما تجري به المقادير يا لطيف يا خبير. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.